قلت هذه الإمكانيات الثلاثة أو الإجراءات الثلاثة سمحت لبلادنا صمد 3 سنوات، لكن في سياق هذا الصمود 3 سنوات هذه القدرات كانت تتأكل سنة بعد سنة مع الأسف. وإذا كان نبداكم بالجانب الخارجي، احتياط صرف الجزائر وصل في أعلى سقف في سنة 2014 لما يقارب 200 مليار دولار. هذا احتياط الصرف حاليا يقترب من 100 مليار دولار. تقولوا لي فقدنا 100 مليار، نعم، لكن الحمد لله كان موجود، كنا قادرين نبقى ونستمر نمول حاجيات البلاد ونخلي باخرة الجزائر تمشي وتتقدم في مسار التنمية. من دون شك سأسمع فيما بعد بعض الأصوات يقول لك وين راحت 2000 مليار دولار، ما نكثرش عليكم في العرض التقديمي نخليها لما بعد. فأمام انهيار احتياط الصرف بدأت الحكومة منذ سنة 2015 في الذهاب إلى إجراءات احترازية دي مزور دو سوفغارد باش نقلص من حجم الواردات الخارجية، وهذا بدأ برخص الاستيراد لليسانس دامبورتاسيون ستستمر فيه الحكومة وتدخل إجراءات إضافية وتستمر في نفس الوقت في الاستثمار لخلق منتوج وطني للخدمات وللسلع، وكذلك تستمر الحكومة وتعود إلى إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي. لكن في نفس الوقت لكي نحافظ على الادخار الوطني أو على احتياط الصرف، بودي أن أغتنم هذا المنبر الموقر لأتوجه من خلالكم إلى شعبنا الأبي برسالة ومحتواها هو الآتي: الدفاع على الاقتصاد الوطني وخاصة الدفاع على استقلال البلاد ماليا عملية جماعية، عملية تستوقف كل مجتمع لكي نتنقل معا من مجتمع الريع إلى مجتمع الجهد والعمل، لكي نكافح معا كلنا بعض التصرفات التي تهرول وراء الربح حتى إذا كان خارج القانون وحتى إذا كان على حساب المصلحة العمومية.